الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أيكما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير ينحذف، وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزل وأبو أن يقتزل، إن صلح الباقي لوصل المكمل والحذف عندهم كثير منجلي، في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما النرج يهب، كذاك حذف ما بوصف خفضا كان تقاض بعد أمر من قضاء، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مرت وبرقص. أيكما مثل ما عرفنا حكمها موصول مشترك، تقول أعجبني ما اشتريتها ساعة، أعجبني ما اشتريته قلم، أعجبني ما اشتريتهما مثنى، أعجبني ما اشتريتهن جمع ما لا يعقل، واضح؟ قال هي كذلك، تقول يعجبني أيهم قائم، يعجبني أيهم قائمان، أيهم قائمون، فأي أي موصول مشترك، لكن تخالف الموصولات أنها معربة بالأكثر. لماذا أعربت؟ قالوا شبهها بالحرف وهو الافتقار المتأصل إلى جملة، شبهها بالحرف عارضه شبهها بالاسم وهو الإضافة، الحرف لا يضاف، فلما أضيفت أعربت، لكن بشرط أن لا تضاف، لا تكون مضافة مع حذف صدر صلتها، فإن تحقق فيها هذا الشرطان بنيت، كقوله تعالى في الرجيم: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، واضح؟ تحقق الشرطان فيها، أيهم أضيفت وأشد حذف صدر الصلة، أيهم هو أشد. قال الشاعر: إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، أيهم هو أفضل، واضح؟ فإن انعدم الشرطان غلبت، انعدم الشرطان لم تضف ولم يحذف، تقول رأيت أيا هو قائم، انعدم الشرطان لم تضف ولم يحذف، أو عدم الأول وحده، أو عدم الأول وحده لم تضف وحذف، تقول رأيت أيا قائم، رأيت أيا قائم، انتفى الشرط الأول لم تضف ولكن حذف، أو انتفى الثاني تقول رأيت أيهم هو قائم أضيفت ولم يحذف. إذا لا، أربع حالات مبنية في واحدة منها، إذا تحقق في هذين الشرطان أن تكون مضافة وحذف صدر صلتها، واضحة؟ أنا قولي أيكما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير ينحذف، وبعضهم أعرب مطلقا، بعض العرب وبعض النحات أعرب أي مطلقا، حتى لو تحقق فيها الشرطان، حتى لو أضيفت وحذف صدر صلتها، وقرئ شذوذا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم أشد بالنصب، وروي البيت إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، انتهى؟ أنا قولي وبعضهم أعرب مطلقا، بدأ في نص آخر وهو حذف العائد، قال وفي ذا الحذف أيا غير أي يختفي، نقول كمقدمة أثقل الاسم في اللغة العربية، أثقل اسم في اللغة العربية اسم موصول، لأن اسم موصول وصل وعائد، تقول جاء الذي أبوه عاقل، تستطيع أن تحل محل هذه الألفاظ كلمة واحدة، جاء زيد، جاء الذي أبوه عاقل، ثلاث أشياء الاسم موصول والصلة والعائد والندل الواحد، واضح؟ لا، فبعض العرب حذف الصلة بكاملها، قال حسان رضي الله عنه: فمن يهجر رسول الله منكم صلى الله عليه وسلم ويمدحه، والتقدير ومن يمدحه، الذي يهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا ليس هو الذي يمدحه، واضح؟ قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزلنا وأنزل إليكم، حذف الموصول بالتقدير والله أعلم بالذي أنزلنا والذي أنزل إليكم، واضح؟ وربما حذف الصلة وهو قليل، قال الشاعر: نحن الأولى فاجمع جموعك، نحن الأولى عرفوا بالشجاعة والحرب، حذف الصلة، واضح؟ وقد يحذفون العائد وهو الكثير وله قواعد، بدأ بالعائد المرفوع، قال يحذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ وخبره مفرد، أنا أقول وفي ذا الحذف، عرف الحذف، حذف ماذا؟ حذف الضمير المبتدأ العائد، كقول ثم ننزع عنه من كلاس أيهم أشد، أيهم هو أشد، وفي ذا الحذف حذف العائد المرفوع مبتدأ مخبرا عنه بمفرد غير أي من الموصولات يختفي أيه، يحذف معه العائد. قال الشاعر، قال العرب في أمثلتهم: ما أنا بالذي قائل لك شيئا أو سوءا، ما أنا بالذي، أي هو قائل لك، وهو الذي في السماء إله، وهو الذي هو في السماء إله، حذف العائد المرفوع، فإن كان العائد المرفوع غير مبتدأ لا يحذف، تقول جاء اللذان أكرما، العائد مرفوع
الأليف مرفوع محل رفع ولكنه ليس مبتدا نائب فاعل. جاءت اللاتي سافرنا، العائل النون محله رفع لكنه فاعل لا يحذف. إذا لابد أن يكون مبتدا ولابد أن يكون خبره مفردا، فإن كان غير مفرد وذلك أربعة: الجملة الاسمية والجملة الفعلية والظرف والجار والمجرور. هذه الصيغة التي تقع سبقا قال لك: والجملة أو شبه لا يوصل به. فإن كان غير مفرد بإن كان جملة أو شبه جملة لا يجوز حذف العائد. وهو قوله: وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصي مكملين. فتقول: جاء الذي هو أبوه عاقل. اللغة العربية بهذا الشكل قد تستنكرها، لكن اللغة العربية: جاء الذي هو أبوه عاقل لا يجوز حذفه، لأن الباقي بعد حذفه الباقي فيه ضمير يعود على الموصول فلا يبقى ما يدل على المحذوف فلا يجوز حذفه. واضح؟ بخلاف لو قلت: ما أنا بالذي قائل لك سوى، معروف أنه فيه عائل محذوف، لأن قائل لا تصح تكون صلة، لأن صلة تكون لا جملة وقائل ليس جملة. واضح؟ وتقول: جاء الذي هو يقرأ القرآن لا يجوز تحذف هو، لأن قولك يقرأ فيها ضمير يعود على الموصول لا يبقى ما يدل على هو التي حذفتها لا يجوز حذفها. واضح؟ شيخ قائل لا ليس كضمير، هو قائل، هو قائل ليس فيها ضمير، ليس فيها ضمير، ليس فيها ضمير. قائل كلمة قائل مفرد من قبيل المفردات، والمفرد لا يقع صلة، معروف أن هناك شيء محذوفا. كذلك: جاء الذي هو أمام الدار، أمام الدار متعلقة باستقر، واستقر فيها ضمير يقوم مقام هو التي حذفتها لا يبقى ما يدل لا يجوز حذفها. واضح؟ كذلك: جاء الذي هو في الدار لا تحذف هو، لأن في الدار متعلقة باستقر، واستقر فيها ضمير يحل محله. هذا معنى قوله: وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. كيف يصلح؟ بأن كان جملة شبه جملة. واضح؟ هذا معنى قوله: وفي ذا الحذف أيا غير أيا إن استطاع الوصل. لا بد أن تكون الصلة طويلة، مثل ما أنا بالذي قائل لك شيئا، قائل لك شيئا، صلة طويلة. بخلاف ما لو كانت الصلة قصيرة: جاء الذي قارئ، الصلة قصيرة، الحذف قليل وضعيف، تقول: جاء الذي هو قارئ. واضح؟ وشد الحذف فيها، وهو قوله: والحذف نزر. قال: من يعنى بالمجد لا ينطق بما سفه. الصلة غاية في القصر، كلمة سفه ومع ذلك حذف العائد، التقدير هو سفه. واضح؟ في غير أي بارك الله فيك. الثاني يقول القرآن الكريم: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. الصلة غاية في القصر، أحسن، وحذف العائد، التقدير هو أحسن. واضح؟ أما أي لم يشترط معها طول الصلة، لأنها مستثقلة باشتراط الإضافة، فاستغنوا عن اشتراط الصلة. واضح؟ أي دائما مضافة، المصلة لا تضاف مطلقا. هل قوله: وفي ذا الحذف أيا غير أي يختفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر، وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. كل هذا موضوعه حذف العائد المرفوع. وباختصار: يحذف العائد المرفوع إذا كان مبتدا وخبره مفرد. ثم قال رحمه الله: في أي وفي غيرها، لكن يشترط مع غير أي طول الصلة، ومع أي لا يشترط. واضح؟ قال رحمه الله: والحذف عنده، ندخل الآن في العائد المنصوب. العائد ضمير، والضمير اسم كسائر الأسماء، يقع مرفوعا، يقع منصوبا، يقع مجرورا، أي مرفوع المحلي ومنصوب المحلي ومجرور المحلي. أما الضمير لا يصح قرابة لأنه من بالياء. واضح؟ قال: والحذف عندهم كثير منجلي في عائد المتصل من انتصب بفعل. يحذف العائد إذا كان الناصب له فعلا تاما وكان متصلا به. واضح؟ تقول: جاء الذي أكرمته، أي أكرمته. واضح؟ فإن كان الناصب له فعلا ناقصا لا يحذف. تقول: جاء الذي كانه زيد، أي كان زيد مثله، لا يحذف، منصوب لكن ناصبه فعل ناقص. واضح؟ كذلك إذا كان غير متصل تقول: جاء الذي إياه أكرمته، لا يجوز حذف إياه لأنه عائد منفصل. واضح؟ كذلك إذا كان ناصب له غير فعل نصر، جاء الذي إنه عاقل، منصوب لمحل لكن نصبه غير فعل، نصبه حرف. واضح؟ أنا أقول: والحذف عندهم كثير من جلي في عائد متصل إن اتصل بفعل تام. واضح؟ يقول بعضهم: تتبعت القرآن كله فلم أجد عائدا منصوبا بفعل قد ذكر، كلها محذوفة إلا في ثلاث مواضع. ويقول تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: يتخبطه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه. قال: كالذي استهوته الشياطين في أرض حيران له أصحاب يدعون إلى الهدى آياتنا. واضح؟
قال ثلاثة مواضيع فقط من قوله وحذف عندهم كثير من جهة فعالية متعين صد فعالية أو وصف وصف عامل مثل ما الله موليك فضل ما الله موليكه فإن كان الوصف غير عامل لا يجوز حذف العائد وشذ قول القائل من مستفز الهوى محمود عاقبته من مستفز هذا وصف الحقيقة صلة العلم والعائد إذا كان الوصف صلة العلم لا يجوز معه حذف العائد لأنه الدليل على اسمية ال من المستفز هو الها تدل على أن ال اسم واضح؟ هذا ما قوله وفي عائد متصل ينصد بفعل أو وصف عامل اسم فاعل تقول زيد أنا ضاربه أمس هذا وصف غير عامل يدل على المضي واضح؟ لا يحذف العائد معه أنا قوله وأبو أن يختزل وحذف بعائد متصل ينصد بفعل أو وصف عامل غير صيغ لأل بين الوصف كمن نرجوه يهب أهذا الذي بعث الله رسولا بعثه ذرني ومن خلقته وحيدا خلقته انتهينا من العائد المنصوب ندخل إلى العائد المجرور قال كذاك حذف ما بوصف خفض كذاك يحذف العائد إذا كان الجار له وصفا عاملا كقول الله عز وجل فاقض ما أنت قاضي التقدير قاضي وصف عامل فإن كان الجار له غير وصف لا يحذف جاء الذي غلامه عاقل العائد مجرور بالإضافة لكن جاره ليس وصفا ليس وصفا كذلك إذا كان الوصف غير عامل مثل جاء الذي أنا مكرمه أنس وصف غير عامل دل على المضي كذا الجر لماذا يحمل الدال على المضي؟ لما سمعك لماذا ما يحسن إليك ما يحمل الدال على المضي؟ يعني أنا مكرمه أمسي لماذا ما يعمل؟ لا يعمل لأن اسم الفاعل يعمل بحق شبهه بالفعل المضارع وأنت لا تستطيع أن تقول أنا أضرب زيدا أمسي اسم الفاعل يعمل بحق شبهه بالمضارع والمضارع يدل على الحالة والاستقبال كل الأوصاف هذه اسم الفاعل اسمه قلنا نعم والصيغة المبالغة الصيغة يأتيك إن شاء الله في الألفية كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل إذا كان دل على المضي لا يعمل خلافا للكسائي الكسائي يقول يعمل واستدل بقول الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد قال هذا الزمن الماضي أصحاب الكلب رد عليه بأن الموضوع حمل على الحكاية حكاية حال بدليل قوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين نفس القصة ولم يقل وقلبناهم قال كذاك الذي جر من وصول جر كذاك يحذف العائد إذا جره حرف جر نفسه جر الموصول نفسه واتحد حرفان معنى ومتعلقا نحو مررت بالذي مررت به فتقول مررت بالذي مررت به مجرور بالباء والباء نفسها جرت الموصول والمتعلق واحد مررت ومررت فإن اختلف حرف الجر لا يجوز حذفه نحو رغبت في الذي رغبت عنه رغبت اختلف الجار واختلف المتعلق وتقول أحسنت إلى الذي ذهبت إليه حرف الجر واحد لكن المتعلق مختلف وكذلك إذا اتحد حرف الجر والمتعلق ولكن اختلف المعنى نحو وقفت على الذي وقفت عليه وقفت على قدمي ووقفت عليه جعلت له وقفا اختلف المتعلق له هو لكن المعنى مختلف نقول كذا الذي جرى من وصف الأجر كمر بالذي مررت هذه الشروط مستفادة من المثال لأن الشروط متوفرة فيه واضحة؟ لم يذكرها لكن مثال ابن مالك جزء من قاعدته واضحة؟ كذا الذي جرى من وصف الأجر كمر بالذي مررت اختلف المعنى معنى العامل ولا معنى الحرف؟ لم أسمعك اختلف المعنى معنى العامل ومعنى الحرف؟ معنى العامل يعني وقفت على الذي وقفت عليه وقفت من الوقوف ووقفت الأخرى من الوقف